طيب بداية لازم الواحد يؤمن أولا إن القراءة حاجة مفيدة قبل ما أعلم أولادي، لأن عمر ما أولادي هيحبوا القراءة لو أنا ما كنتش بحبها. لازم أنا أقرأ الأول، لازم أنا أقرأ ويشوفوني وأنا بقرأ وأبقى عندي إيمان بالكلام اللي بقوله. الكلام اللي بيطلع من القلب بيصل إلى القلب حقيقة. رقم اتنين، مهم جدا أعرف ابني يقرأ إيه، وخصوصا إن أبنائنا بيحبوا التشجيع، وخصوصا لو بدأنا معهم من سن مبكرة، من 4 سنوات و5 سنوات بدأنا نقرأ عليهم هذه القصة، حتى لو كان هو لسه ما بيعرفش يقرأ، إحنا نقرأ عليه هذه القصة ونبدأ بقى نسأله الأسئلة. فلو جاوب نديله جايزة، نشجعه حتى تشجيع معنوي، مش لازم تشجيع مادي، يعني البونبوناية دي تشجيع مادي. أنا عايز لو قلنا له برافو عليك، ممتاز، ده أنت جزاك الله خيرا، إيه الحاجات الكويسة دي، هتلاقي الولد يتشجع ويبقى شغوف إن هو ياخد قصة بعديها تاني. كذلك نتدرج معاه، يعني نبدأ الأول بالمجموعة القصصية ديت، وبعد ما ننتهي من المجموعة القصصية نبدأ نجيب له حاجة هادفة في صورة محببة إليه. يعني نجيب بعض الكتب اللي بتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم عن البطولات اللي موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن شكل النبي إيه، إحنا النبي بتاعنا كان شكله كذا، كان طوله كذا، كان شعر الأبيض في شعره كذا. بعد كده ناخد مجموعة كتب أخرى بتتكلم عن الصحابة وعن بطولات الصحابة وعن تاريخ الصحابة. الولد يبدأ يحب القراءة.